بالتأكيد مش هنبطل نعمل فيديوهات عن الروتين، وإن كل الستات عارفة إن شغل البيت كتير وما بيخلص. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بيكم، وده فيديو جديد. أنا عفاف ودي قناتي، يا رب تكونوا بخير. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كل سنة وانتم طيبين، تعود عليكم الأيام بألف خير يا رب. الفيديو النهاردة بتاعنا تكات وحركات التنظيف العميق قبل رمضان. يلا بينا مع بعض نفتكر حاجات لازم نعملها عموما في حياتنا، مش لازم قبل رمضان بس، يعني في كل الايام، ولكن هي حاجات ستات كتير بتنساها، فيلا بينا نفكر بعض بيها. واتمنى ان الفيديو النهارده لو عجبك وكان مفيد ليكي حتى لو في حاجه بسيطه، اتمنى ان انتي تدوسي لايك وتدعمي القناه بالاشتراك، وكمان تكتبي لي رايك في الفيديو تحت في التعليقات. كمان هنقدم وصفات النهارده خفيفه وبسيطه، يا ريت اعرف رايكم بقى في الموضوع دوت. عايزاكي تحطي لايك لو انتي حابه ان الفيديو يكون من غير وصفات خالص ويكون روتين بس، ولو انتي عايزه الفيديو يكون فيه وصفات خفيفه وهي فعلا بتفيدك برضو تدوسي برضو لايك وتكتبي لي تحت في التعليقات. اتمنى الفيديو يعجبكم ويلا بينا نبدا. يعني احنا لو قعدنا نقول شغل البيت ما بيخلصش، ده كلام حقيقي جدا. شغل البيت فعلا ما بيخلصش، لان كل اللي بنعمله بنرجع تاني نعمله، وكل اللي بيتبهدل بيرجع ننظفه، واللي بيتنظف بيرجع يتبهدل، فهي لفة كبيرة كده ودايرة مقفولة. ولكن شغل عن شغل يفرق كتير. الشغل المتراكم على بعضه بقاله فترات طويلة جدا يفرق قوي عن شغل معمول بقاله يومين ثلاثة وانت راجعة تعمليه تاني. فالموضوع كل ما بيبقى فيه متابعة بيبقى أسهل وأبسط كتير جدا. كل الستات اللي بيتابعوا البيت ومركزين قوي عارفين معنى الكلام ده جدا، وكل برضو الستات اللي بتنسى البيت بتهمله فترات طويلة برضو عارفة معنى الكلام ده كويس جدا. طيب احنا دلوقتي خلاص داخلين على العيد، كل سنة طيبين ورمضان قرب، فكل الستات عارفة المطحنة اللي بتحصل لها، البهدلة اللي بتحصل للستات قبل العيد. فاحنا عايزين نتفادى السنة دي الموضوع ده ان شاء الله قبل رمضان. بقالنا كده يعني حوالي 5 فيديوهات بنظبط في البيت علشان نعمل تنظيف عميق جدا جدا وما نتعبش في رمضان ولا يحصل لنا كل المرمطة اللي بتحصل لكل الستات. فيلا بينا دلوقتي نشوف. انا النهارده عايزه اركز على روتيني اليومي، مهم جدا، وان احنا بندخل فيه تفاصيل التنظيف العميق يوم بعد يوم. اول حاجه عملتها فتحت الشبابيك عادي والبلكونات، غيرت من فرش السرير عشان كان عاوز يتغير، وحطيته في الغساله وشغلت عليه الغساله. بعد كده كنست الارضيات عادي جدا وخلاص، ما عملتش اي حاجه تاني غير ان انا دخلت على الحمام علشان اصور لكم الفيديو التحفه ده. طب ليه انا بقول عليه تحفه وجميل؟ علشان انا يعني مش عايزه اقول لكم الراحه النفسيه بعد تنظيف الحمام خصوصا بتكون عامله ازاي. طبعا اي ست عارفه كده كويس قوي ان الحمام لما يكون نظيف ريحته حلوه ناشف وكل حاجه فيه متجففه وريحته جميله جدا، وفي فوطه نظيفه متغيره ومحطوطه وحنفيات ناشفه وارضيات نظيفه ومفروش فيها على الارض حاجات ريحتها حلوه ونظيفه ومش مبلوله، الموضوع بيفرق كتير جدا جدا. فيلا بينا نشوف التنظيف العميق بتاع الحمام اللي هنظبط بيه الدنيا كده قبل رمضان علشان برضو نتابع متابعه عاديه جدا. طيب اول حاجه هعملها وان انا طبعا شلت المفارش الموجوده في الارض او الطقم بتاع الحمام يعني اللي موجود على الارض، وعايزه طبعا اوريكم الحنفيات عامله ازاي. الحوض مطوز جدا والدنيا ملخبطه شويه، الحيطه عليها ترسبات وتكلسات من الصابون وكده. فتعالوا بينا نشوف هنعمل ايه. اول حاجه انا جبت بوله او طبق انت مخصصاه للموضوع ده، ده جردل بتاع البحر بتاع ولادي، فانا بعمل فيه دايما الصابون والكلور والحاجات اللي انا بغسل بيها الحمام علشان مخصصاه لكده يعني، ولو عايزه برضو انقع شربات انقع حاجه بعملها فيه. فاول حاجه عملتها وان انا جبت جنرال بتاع ملمع الارضيات، وبعدين حطيت عليه شويه من الديتول وميه سخنه وشويه من المعطر بس كده، ما حطيتش اي حاجه تاني. بصوا انا عايزه اقول لكم على كميه الريحه الجميله اللي طالعه وانت بتغسلي الحمام لما تحطي شويه دوني ولا شويه معطر، حاجه كده خيال بجد، تحسي ان انت مش واقفه في الحمام، انت واقفه في حاجه كده ريحتها حلوه قوي. وبيفضل الحمام ريحته بعدها فترة طويلة ريحته حلوة، فده مهم جدا. الحوض لما بنغسله هو والحنفية بسبونشة مخصصة للحوض والحيطة والبانيو بس، سبونشة التويلت مخصوصة حاجة تانية بتبقى لوحدها كده، ما بنعملش بيها حاجة خالص غير التويلت الجسم بتاعه من بره، لكن التويلت من جوه بنستخدم له الفرشة. تمام. واحنا بنغسل الحوض بنغسل كمان الجزء بتاع الحوض اللي بره والعمود اللي هو نازل على الارض، بنغسل كمان التويلت من جوه بالفرشه ونحط كلور وصابون وتغسلي كويس قوي تدعكي، وكمان الجزء بتاع الحمام من بره الجسم بتاع التويلت من بره بنغسله برده كويس قوي بسبونشه مخصصه للحمام وبس، وبعدين بكلور ميه ميه بقى بيتول وصابون اللي انت عاوزاه وتنضفيه كويس قوي. طيب الحوض والحيطه والبانيو انا عندي بغسلهم بسبونشه واحده. تمام. طيب البانيو طبعا غسلته ورشيت على الحنفيات كلها ماكسل منظف الحمامات الاخضر، ده تحفه جدا في ازاله التكلسات الموجوده على الحنفيات والبقع. بعد كده ابتديت ان انا اشطف الحمام زي ما انتم شايفين كده،
بصوا شطفت كل حاجه وكمان هجفف بعدها، اهم حاجه واهم خطوه اللي بتخلي الحمام يفرق كتير من حمام لحمام تاني. ممكن تكون اتنين ستات تعبانين في تنظيف الحمام قوي، ولكن في حمام شكله بيلمع وبيبرق جدا ونظيف وريحته حلوه، وحمام تاني برضو اتغسل بس تحسي ان هو ايه مطوس ومبلبل كده، فمش باين عليه نظافه، فده يفرق كتير. التنشيف في الاخر بعد ما تخلصي خالص يفرق جدا. ده برضو كده البانيو برضو غسلته بنفس الكلام بنفس الطريقه، بالاسبونشة اللي فيها ديتول على صابون على مية وكمان دوني، وبقى الحمام كده زي الفل. اهم حاجة عندك في الحمام 4 حاجات وانتي بتغسلي الحمام او انتي بتنظفيه: القعدة، الحوض، التويلت، الحيطة، الارضيات. دول 4 حاجات، عدوهم يعني مش عارفة هم 4 ولا لا. المهم يعني دي اهم حاجات لازم تركزي عليها جدا جدا وانتي بتنظفي الحمام. تخيلي بقى انت كده وانت بتغسلي الحمام او بتعملي فيه تنظيف عميق شويه غير اللي هو الروتين اليومي والتلميع السريع ده، ونظفتي حوض كويس قوي من جوه ومن بره والجسم بتاع الحوض نفسه، نظفتي تويليت جوه وبره، نظفتي بانيو جوه وبره، وبعدين بتلمعي الحيطان زي ما انا بعمل دلوقتي السيراميك، وكمان بتلمعي الارضيات وتجففيها كويس جدا. تخيلي بقى شكل الحمام وريحته هتبقى عامله ازاي. كمان مش هيحتاج منك مجهود، كل ما تيجي تنظفي هيبقى الموضوع اسهل. يعني انا بعد ما بعمل الروتين ده كده في الحمام زي ما انتوا شفتوا كده، باجي تاني يوم لو انا عايزه انضف الحمام لا بيبقى الموضوع مختلف خالص. كمان رشه ملمع ازاز او اي ميه وخل حتى على الازاز بتاع المرايات الموجوده عندك في الحمام، او لو في مرايه كمان في الباب برضو ده مهم جدا انك تنضفيه. ده بيدي الحمام روعه، يعني بيدي ريحه، سوري، بيدي شكل حلو جدا مع المعطر اللي احنا حاطينه بقى. فتخيلي بقى مرايات بتلمع، سيراميك بيلمع زي ما انت شايفه كده، ارضيات ناشفه، و تويلت وحوض وبانيو ناشفين، حنفيات ما شاء الله يعني لا قوة الا بالله ما فيهاش اي تكلسات ولا اي حاجة خالص. فكده يعني احنا بنتكلم في مستوى تاني خالص في النظافة، يعني الحمام لازم يكون بالشكل ده كده دايما. انت مش كل ما حد هيخش الحمام مش هتخشي تنشفي وراه، بس على الاقل يبقى الحمام طول اليوم حالته كويسة، انت نظفتيه اول اليوم فالموضوع شكله لطيف وظريف كده. الحمام ده ان هو مكان المفروض ان هو مكان يعني لما تدخلي الحمام تكوني حاسه ان انتي مش قرفانه، يعني ده الطبيعي ان الحمام يكون مكان مش يعني مش مثلا ريحته مش وحشه، يكون شكله مش مبلبل دايما ومبلول، يكون دايما ما فيهوش حاجات كتير كراكيب في الارض ولا ازايز حاطه فيها ميه، ولا انتي حاطه ازايز شامبوهات كتير وحاجات كتير وتفاصيل كتير في الحمام. الحمام ارضياته فاضيه خالص ما فيهوش حاجه خالص. كمان البانيو ما عليهوش شاور وشامبوهات وحاجات، اعملي لك رف كده حلو لو انتي ما عندكيش اي تقفيله في الحمام تحطي فيها، حطي عليها الشامبوهات والحاجات دي، هيفرق معاكي كتير في شكل الحمام. لما تشوفي حمام كده تحسي ان هو عامل زي حمام الفنادق، تقولي الحمام ده ماله، شكله رايق ناشف هادي كده، ما تحسيش ان هو الدنيا فيه مش مزروطه زي ما بيقولوا يعني. فالموضوع ده سهل والله، بس عايز منك تركيز انك كل الحاجات اللي موجوده على البانيو تشيليها، كل الحاجات اللي موجوده على المرايه اللي في الحمام تشيليها، وما تسيبيش بس غير الحاجه اللي انت بتستخدميها. الخطوه دي انا ليه عملتها النهارده معاكم؟ ان انا فعلا كنت عايزه انضف الحمام واخليه بالشكل ده عشان اوريكم فعلا ان دايما الحمام لازم يكون بالشكل ده، ولو الموضوع فلت منك يوم او يومين مش مشكله، برده تالت يوم تظبطيه ويكون بالشكل ده، فلما تيجي تنضفي الحمام تلاقيه دايما مستعد كده معاكي ان هو يبقى نظيف بسرعه. لكن تسيبيه بقى شهور، تيجي بقى التويلت ده عايزه لك 3 4 ساعات عشان يتنضف، الحوض عايزه لك ساعتين 3 عشان تنضفي الحنفيه من التكلسات، الارضيات وفواصل السيراميك عايزه لك نص ساعه علشان تقعدي تدعكي فيها، فهتلاقي نفسك واخده مجهود وقت طويل جدا في الحمام. لكن المتابعه بتخليكي، انا مثلا في 10 دقائق ولا ربع ساعه عملت معاكم الفيديو ده سهل وسريع. سيراميك، بصوا السيراميك بيلمع، مرايات بتلمع، كل الحاجات اللي على المرايه لمعتها بسرعه، التويلت نظيف من جوه من بره، السيراميك فواصله تمام، كل حاجه تمام في الحمام. فالخطوه دي حبيت اشاركها معاكم علشان حبيت اقول لك ان الحمام لو عملنا عليه فيديوهات وفيديوهات مش هنخلص، في ان الحمام محتاج تنظيف عميق جدا جدا وتفاصيله مهمه قوي قوي. فعليكي قبل رمضان، فاضل خلاص يعني 14 يوم او 13 يوم على رمضان، تظبطي الحمام فيه مرتين ثلاثه بالشكل ده، طول رمضان هيفضل معاكي زي الفل ودايما جاهز معاكي. طيب ندخل بقى على المطبخ. بصوا يعني وانت رايحه وانت جايه في المطبخ لقيت اي مواعين في الحوض اغسليها على طول، ما تستنيش بقى بالليل وتقولي اشطب المطبخ بالليل، ولا انا مثلا هعمل بعد الغداء ولا بعد العشاء ولا اي وقت انت بتقولي هتعملي فيه. انت اي مواعين موجود عندك في الحوض بصوا دول حله والترا وطبقين ومعلقتين هيخلصوا على طول في 10 دقائق، انما لو انا سبت المواعين تتكون في الحوض فطار وغدا وعشاء على بعض هيبقى الموضوع تقيل على قلبي جدا، وهيبقى يعني كل ما يكتر الوقت اللي انا سايبه فيه المواعين كل ما الموضوع يبقى اتقل، كل ما ياخد وقت اكتر في التنظيف.
فطب ما نتقلش على نفسنا. وانا دخلت المطبخ علشان اطلع الغسيل اللي هو احنا حطيناه مع بعض من شويه، وبعدين قلت اخلص شويه المواعين دول بسرعه بسرعه كده، وبعدين اروح انشر الغسيل، وبعدين نظبط الغساله مع بعض. طيب انا بفكركم ليه النهارده بالحمام والغساله، علشان انا حسيت ان دول اكتر حاجتين ممكن يتنسوا. الحمام يعني دايما بنركز على المطبخ، نركز على البوتاجاز عشان بنعمل فيه كل يوم اكل، ونركز على في المطبخ اكتر حاجه، ولكن الحمام ممكن اي ست بت كروت الحمام لانه بتخليه اخر حاجه. فالنهارده كمان بفكرك بالغساله، علشان الغساله دي اللي هتتعب معانا الفتره الجايه كتير، نقعد نغسل بقى فرش وملايات وستاير وحاجات، فعايزينها تكون نظيفه ويكون كفائتها كويسه. فعايزه اقول لك على خطوه كل الناس طبعا عارفاها وكل الستات اكترها بتعملها، هي الخل والكربونات اللي بيخلوا الغساله يشيل منها اي تكلسات، وكمان كفائتها تكون اعلى في التنظيف. طيب المفروض ان احنا نعمل ايه؟ المفروض ان احنا نحط ازازه خل كامله، يا اما تحطيها في الدرج يا اما تحطيها في الغساله من جوه، بس افضل ان يبقى في جزء منها في الدرج علشان اي تكلسات موجوده في المسحوق في الدرج من المسحوق، برضو الميه السخنه مع الخل والكربوناتو تدوبها شويه وتشيلها. انصحك نصيحتين، اول حاجه ما تخليش غسيل في الغساله بعد ما الغساله تخلص غسيل، ما تسيبيش الغسيل في الغساله علشان الغسيل ريحته بتكمكم جدا، الغساله كمان ريحتها بتبقى مش حلوه، فلما تيجي تغسلي غسيل تاني تلاقي برضو ريحته مكمكمه. تاني نصيحة، ما تستخدميش مسحوق بودر، لو في امكانك انك تجيبي مسحوق جل يبقى طبعا انت كده ريحتي غسالتك كتير، وريحتي نفسك، ريحتي نفسك من تكتل وتكدس المسحوق اللي بيحصل في الدرج بعد كل غسلة، بواقي المسحوق اللي بتكون موجودة والترسبات دي بتنشف في الدرج وتخلي الدرج اساسا صعب انك تفتحيه بعد فترة، مرة على مرة تلاقيه مليان مسحوق وصعب جدا انك تفتحيه. طيب كاوتش الغساله لازم يتنضف كويس قوي من الميه بعد كل غسله، علشان بيكون في ميه مركونه مكان اللي هو اللي انا حاطه ايدي عليه دلوقتي، بيكون في ميه فبننضفها كويس قوي، ومن وقت للتاني كل شهر مثلا بنعمل بقى اللي هو البلاستيك اللي تحت الكاوتش وبيطلع بهدله كده زي ما انتم شايفين. طبعا كل شهر على الاقل يكون ليكي روتين في الغساله تظبطي فيها موضوع الخل وتظبطي فيها الكاوتش وتمسحيه كويس، كمان البادي بتاع الغساله من بره بنتنضف كويس قوي، ولو انت حاطه عليه كفر يبقى كويس جدا برضو، بيحميه من التراب والطرطشه بتاعه المطبخ. معلش انا بتكلم بسرعه بس عشان انا حاسه ان الفيديو اصلا بيبقى طويل عموما في اي فيديو، ولو اتكلمت بالراحه هيبقى الفيديو اطول برضو، فيا رب تكونوا مش انا مش عامله لكم ازعاج يعني بصوتي او كلامي السريع، ولكن ان شاء الله تكون المعلومه وصلت. الدرج بتاع الغساله بيتفك من مكانه وبيتغسل عادي جدا، ولو عندك مسحوق كتير في الدرج ادعكيه بفرشه سنان ونضفيه على قد ما تقدري، بس انت لو بقالك سنين قوي مش هينضف خالص، يعني مش هينضف 100%، لكن المسحوق الجل هيريحك كتير بقى من موضوع التنظيف بعد كل غسله من المسحوق البودر. طيب عايزه اقول لك على حاجه مهمه جدا في الغساله، الفلتر لو انت اول مره تعرفي ان الفلتر بيتنضف، او لو انت بتفتحيه بس كل شهور كتير، هو الفلتر مهم جدا. هوريكم دلوقتي مكانه ونشوف الفلتر ممكن يتفك ازاي، علشان الفلتر ده بيجي فيه كل الحاجات اللي بننساها في الغساله، هتلاقي مثلا ممكن فلوس فضه، هتلاقي خيوط، هتلاقي شعر، هتلاقي حاجات كتير موجوده في الفلتر ده لو انت بقالك سنين كتير قوي ما نضفتيهوش. فالفلتر بيتنضف، وكمان الغساله فيها مانع عصر، عشان لو انت عايزه تعملي هدوم مثلا شتوي ولا حاجه، طرح ولا حاجات انت مش عايزه تعصريها عشان ما تكسرش، مانع العصر ده بقول لك ان هو مهم جدا للغسيل عشان بيحافظ عليه. كمان الستاير، انا عايزه انبهكم الستاير اللي هنغسلها ان شاء الله مع بعض الفيديو الجاي، هنغسلها في الغساله مع مانع العصر، مش هيحصل فيها اي كرمشه خالص، حتى لو عملناها على ميه سخنه مانع العصر مهم جدا في اي غساله موجود، لو انت اول مره تاخدي بالك ان هو موجود عندك برضو دوري عليه، هتلاقي العلامه بتاعه مانع العصر موجوده، اضغطي عليها لما تعوزي تغسلي حاجه مش عايزاها تتكسر. خطوه مهمه جدا وحبيت انبهكم ليها عشان لما نيجي نغسل الستاير يكون عندكم فكرة عن المعلومة دي. بصوا الفلتر بنفتح الدرج اللي موجود تحت في الغسالة ده وبنسحب الجزء ده وننضفه كويس، ولو في حاجة في الغسالة من جوه بننضفها، وبعدين نجفف كويس قوي قوي ونرجع كل حاجة في مكانها. خطوة الغسالة يا بنات مهمة جدا، عايزين نركز عليها ان شاء الله الفيديو النهاردة عن الغسالة والحمام، فعايزاكي تسيبي كل التنظيف اللي بتعمليه وتسيبي كل حاجة، ركزي على 3 حاجات، الروتين اليومي وتنظيف الغسالة وتنظيف الفلتر، وكمان ركزي قوي قوي على الحمام. هشارك معاكم النهارده وصفه الغدا، هي وصفه على قد ما هي سهله جدا جدا وبسيطه، ولكنها تنفع جدا في عزومات رمضان وتنفع كطبق رئيسي او طبق جانبي، بصراحه هايله جدا. وهنستخدم فيها لحمه مفرومه، يعني كانك هتعملي لحمه مفرومه عادي جدا، ولكن هنعملها بطريقه مختلفه النهارده. هنعمل رول للحمه المفرومه في الفرن ونقطعه كده، بصوا بالشكل ده هيبقى حاجه كده تحفه جدا. تعالوا نشوف الطريقه والمقادير، وهي الطريقه سهله جدا جدا. عندي نص كيلو من اللحمه المفرومه، او طبعا اي مقدار انت عايزه تعمليه. هنزل عليه بصلايه كبيره مبشوره،
وهنزل في التوابل، عندي ملح، فلفل اسود، وكزبره ناشفه، وكمون، وفلفل اسود، وبابريكا. عندي هحط يعني معلقه صغيره من كل الحاجات دي، كمان هديها رشه قرفه ورشه توم باودر. كمان المكون المهم جدا اللي بيدي اللحمه عموما اي وصفه للحوم طعم رائع جدا ونكهه مختلفه ومميزه قوي، هي السبع بهارات. السبع بهارات دي حاجه حلوه جدا، يعني بتدي الاكل نكهه فظيعه. هنزل كمان بيضه وثلاث معالق كبار من البقسماط المطحون. دي كده كل الاضافات اللي انا هحطها على اللحمه، وهبدا اعجن كويس جدا جدا لحد ما اللحمه تتجانس تماما. طب دي خطوه مهمه ليه؟ ان اللحمه تتجانس تماما علشان طبعا ما تفكش. خطوه مهمه جدا لان ممكن تفك منك والرول يفك منك في الفرن، فشوفي الطريقه وشوفي الخطوات هنعملها ازاي علشان تطلع معاكي مظبوطه جدا وتتقطع معاكي كده شرايح تطلع حلوه جدا بعد التسويه. بصوا انا هبدا اعجن كويس قوي قوي كده لحد ما اوريكم شكل اللحمه هيبقى عامل ازاي. بصوا شبكت كلها في بعضها كده عشان ما تفكش ان شاء الله واحنا بنشكلها. طبعا تقدري كمان تعملي نفس الطريقه لحد هنا كده، طريقه الكفته، وتصبعيها كفته تبقى حلوه جدا. الخطوه اللي بعد كده هو اني هجيب كيس ثلاجه وابتدي انزل فيه اللحمه المفرومه بتاعتي اللي انا عجنتها كويس جدا جدا بالمكونات اللي احنا قلناها، وهسيب لك برده الاضافات والمكونات دي موجوده في صندوق الوصفه لو حابه ترجعي لها. هنزل فيها في كيس الثلاجة اللحمة كده وابدأ اطلع الهواء خالص منه واربط الكيس، بس هربطه من فوق شوية واسيب مسافة او مساحة كده علشان اقدر اعمل اللي انا بعمله في اللحمة دلوقتي. هبطط الكيس كده وبعدين ابتدي اعمله على شكل رول. هنحاول نظبط شكله على قد ما نقدر، ولكن اللي هيظبط بقى الشكل اكتر هو ان احنا هنلفه في ورق فويل. ورق الفويل بقى علشان هو متماسك كده اكتر، لو شدناه اكتر من كيس التلاجة فهيديله بقى شكل الرول اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي. هلفه كده وابدا بقى وانا بلف اضغط كويس علشان اشكل الرول بتاعي، وطبعا هندخله الفريزر لمده ساعه او ساعه ونص يعني لحد ما احس ان هو يعني اخد شكل الرول، مش لازم يتماسك خالص بس اخد شكل الرول واللحمه بقت متماسكه شويه، انما من حراره الايد والعجن وكده فبتبقى اللحمه طريه كده ومفروله، ولكن لما تدخل فريزر هتتشمع شويه. بصوا انا بشكله ازاي من الجناب، هدخله بقى الفريزر على الشكل ده. خلاص انا دخلته فريزر كده، وبعد تقريبا ساعه ونص هوريكم شكله بقى عامل ازاي. الاول هجيب الصينيه اللي انا هسوي فيها، تقدري طبعا تحطيه في صينيه او في صاج في الفرن، ولكن افضل طريقه تطلع معاكي الشكل اللي هتشوفيه في الاخر ده هي الشبكه. الشبكه بتخلي الفراخ المشويه او اللحمه المشويه او رول اللحمه او اي اكله هتعمليها، لما تبعدي الحاجه اللي بتعمليها سواء اللحوم او الفراخ عن الصوصات او السوائل اللي بتبقى موجوده في الصينيه، ده بيكون افضل كتير، بيديكي بقى بصي شكل وتحمير ولون وطعم حكايه. انما طول ما الحاجه طايلها ميه طبعا بتقلل جدا من كفائتها في الطعم. يعني انا كده هفتح الرول معاكم، هنلاقي شكله يعني هو معقول برضو، هو خلاص اخد شكل الرول كده من الفريزر. هبدأ انزله بالراحة على الشبكة، وانا غطيت الصينية بورق فويل علشان برضو السوائل اللي هتنزل من اللحمة، عشان احنا لسه هنرش عليها رشة زيت، والسوائل اللي هتنزل من اللحمة ما تتحرقش في الصينية يعني بيبقى صعب تنظيفها، فالفويل ده هيسهل خالص يعني هشيله كده ارميه وتبقى الصينية نظيفة. بصوا ده شكل رول اللحمة بتاعي، ما طبعا ما تتوقعيش انها لحمة مفرومة خالص، لان هي بصوا متماسكة في بعضها ازاي. انا عايزه اوريكم ان هي طريه ومش متماسكه. دخلتها بقى الفرن على درجه حراره 200، ودلوقتي انا عملت معاها بطاطس مشويه كده بتتبيله حلوه جدا، هعملها معاكم دلوقتي، وحطيته في الفرن كده مع بعض. البطاطس دي بطاطس بقشرها اسمها بطاطس ويدجز، ده شكل الرول كده بعد حوالي نص ساعه او ساعه الا ربع يعني، لحد ما تحسي ان اللحمه استوت تماما وان شكلها خلاص اتحمر واخدت لون مظبوط. هنبتدي بقى نقطعها كده لشرايح، شايفين طبعا الجمال. بصوا يعني اكله زي اي اكله بتعمليها باللحمه المفرومه، انت ممكن تجيبي لحمه مفرومه وتبقي محتاره تعمليها وصفه مختلفه وجديده، ولكن الطريقه سهله جدا وبسيطه، ما فيهاش كمان اي ادوات محتاجه انك تشتريها ولا حاجه، تقدري تنفذيها بمنتهى السهوله. كمان تقدري تعمليها بالشكل ده وتحفظيها في الفريزر، او تعمليها تجهزيها قبلها بيوم العزومه وتحطيها في الفريزر، او تجهزيها في تتبيلات او تجهيزات رمضان.
تعالوا بقى دلوقتي هوريكم البطاطس اللي انا عملتها معاها. بصوا كانت من اجمل الحاجات اللي ممكن تتقدم مع اكله زي دي، علشان احنا يعني غالبا الحاجات اللي هي النواشف كده بتبقى عايزه حاجات جنبها يعني تتاكل، تعملي مثلا جنبها اي انواع سلطات او بطاطس مثلا مشويه، بطاطس محمره. فدي دي طريقه دي حلوه جدا للبطاطس، هتخليها معاكي اكله كده تحسي انها اكله متكامله شويه، مش اكنك عملتي لحمه مفرومه وشويه مكرونه وخلاص، لا لما يبقى جنبها طبق بطاطس كده هيعزز كده الاكله شويه ويخليها يعني اكنك انت تعبانه فيها كتير بقى. بس بصوا البطاطس دي سهله جدا جدا، طريقه يعني بصوا ملهاش حل. تعالوا اقول لكم هنعملها ازاي. عندي بطاطس طبعا اي حجم طبعا تقدري تعملي بيه، ولكن تكون طبعا يعني ما تكونش البطاطس البيبي دي علشان تعرفي تقطعيها وتبقى صوابع وشكلها حلو. هقطع البطاطس شريحتين كده واقطع كل شريحة لصوابع طويلة. لاحظوا ان البطاطس طبعا بقشرها، عايزة اقول لكم من اجمل المرات اللي ممكن تاكلي فيها بطاطس لما تعملي الاكلة دي. بطاطس بقشرها هنغسلها كويس قوي وننشفها كويس، نتأكد ان هي خلاص نظيفة تماما. هبدأ اقطعها كده صوابع بالشكل ده، وطبعا لما كل ما تكون يعني صوابع السميكه شويه ما تكونش رفيعه بتكون برضو افضل يعني، او طبعا حسب اللي تحبيه. عندي بعد كده نجهز بقى التتبيله، هي كده خلاص الاكله خلصت، هي تتبيله بنضيفها على البطاطس وبعدين ندخلها في صينيه تيفال او اي صاج عندك الفرن علشان تتشوى. التتبيله عباره عن معلقه صغيره من الثوم المفروم طبعا على حسب كميه البطاطس اللي انت عاملاها، انا عامله 3 بطاطسات بس. بصوا بقى ده التوم المفروم اللي احنا عملناه مع بعض من كام يوم، بصوا طبعا انا اخدت منه بسهوله ازاي، لو عايزه ترجعي للفيديو ده هسيبهولك دلوقتي في صندوق الوصف وكمان هيظهر قدامك اعلى الشاشه ازاي خزننا التوم المفروم طول السنه ويفضل لونه ابيض كده وتاخدي منه بمنتهى السهوله من غير ما يتعبك وانتي بتخرجي منه من الفريزر. عندي بعد كده على معلقه توم صغيره ملح وفلفل اسود وكمون وكزبره بابريكا ومعلقتين كبار زيت زيتون، معلقه كمان صغيره خل ابيض، وعندي كمان طبعا عشان تبقى مشطشطه كده لو انت حابه تحطيها فيها شطه يعني عندي معلقه صغيره شطه، وكمان عندي معلقه صغيره من الكركم وده مهم جدا في الاكله دي. هقلب كويس كده مع بعض، وكمان حطيت رشه بهارات 7 على فكره، ودي طبعا تقدري تضيفي اي توابل عندك هتبقى حلوه جدا، هي اكنها بطاطس بالتوابل كده. بصوا بقى طبعا التتبيله ناشفه او متماسكه جدا، فزودتها شويه ميه صغيرين عشان تبقى سايله بالشكل ده. هنزلها على البطاطس، هقلب كويس قوي، هنزلها في صينيه او طاسه وبعدين احطها على طول في الفرن، بس يكون الفرن سخن على درجه حراره عاليه واحطها تتشوى. طبعا من وقت للتاني تفضلي تقلبي فيها لان هي بطاطس يعني هتحتاج طبعا انك تقلبيها علشان ما تتحرقش من جنب واحد وتفضل من جنب التاني نيه شويه. اهم حاجه بس لما تنزليها في الصينيه انك تحطي البطاطس تكون الملامسه للصينيه من تحت، ما تكونش فيه واحده على واحده علشان تتشوي وتاخد صدمه كده من الفرن وتطلع مظبوطه. ده كده شكلها طبعا وشكل التتبيله عليها طبعا شكلها وهي نيه اصلا حلو جدا، عايزه اقول لكم ان طعمها اجمل واجمل. هدخلها الفرن على درجه حراره 200، وبعد يعني حوالي 10 دقايق كده هبتدي اهدي النار شويه. وده كده كان شكلها مع رول اللحمه اللي عملناه النهارده، ويا رب تكون الوصفه النهارده اللي عملناها عجبتكم. وبكده يكون خلص الفيديو بتاعي النهارده، اتمنى الفيديو يكون عجبك وشجعك، ولو استفدتي اي حاجه انزلي اكتبي لي تحت في التعليقات ايه الحاجه اللي الفيديو لفت نظرك فيها وفكرك بيها. اتمنى كمان تزوري قناتي التانيه الخاصه بالطبخ والوصفات اسمها سوبر مامي كيتشن، هسيب لكم اللينك في اول تعليق مثبت. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد، كل سنه وانتم طيبين، سلام عليكم.